presentation the application of ultrasound in neonatal lung disease. تفضل دكتور حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أحب أشكر أساتذتنا في قسم الأشعة طب بنها وعلى رأسهم أستاذنا الدكتور وسام هشام الشيخ على الدعوة الكريمة. وأشكر أساتذتنا وحضورنا الكريم وأساتذتي في قسم الأشعة طب الأزهر بدمياط على إتاحة الفرصة لتمثيل القسم بقيادة أستاذنا العزيز أستاذ الدكتور مصطفى شكوير. في البداية هنتكلم مع الأبليكيشن أوف ألترا سونوجرافي in neonatal lung disease. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في الحقيقة الموضوع ينبني على التوك اللي السنيور العزيز اتكلم عنها الدكتور أحمد عاشور. فهنتكلم على إن lung disease في النيونيت هي common condition that induce neonatal respiratory distress. Neonatal respiratory failure which results from severe respiratory distress accounts for a high proportion of neonatal deaths all over the world. Concern about radiation will hazards when neonates susceptible to radiation risk because of rapidly dividing cells. خلينا نفكر ان احنا ندور في بديل real time ولو كوست وسيف بالنسبه للنيونيت وهو اللنج التراساوند. وفي الحقيقه زي ما الدكتور احمد عاشور اتكلم ان هو اللنج التراساوند على مدار العشر سنين او الخمستاشر سنه اللي فاتت هو بدا يستخدم باستخدامات اكتر. اول استخدام ليه كان سنه 1995 ومن وقتها هو بدا يستخدم ويمكن بيستخدم اكتر في النيونيتس عشان الهاي سنسيتيفيتي والسبيسيفيتي بتاعه الالتراساوند في النيونيت. التكنيك هو انا في النيونيتال بحاول استخدم هاي فريكوانسي بروب 10 ميجا هرتز فما فوق عشان طبعا النيونيت ثين وعايز بروبر كواليتي في الديفرنشيشن اوف تيشو. فبحاول استخدم بروب لينير او فوت برنت على حسب المتاح عندي بستخدمه واحاول افحص البيبي في حاله الكوايت ستيت وافحصه في السوباين واللاترال والبوستيرو بوزيشن بالذات البوستيرو بوزيشن في النيونيتس لان هو دايما البيبي سوباين فممكن لو في اي كونسوليديشن بوستيرور تكون هيدن او تيمزد فلازم افحص ان سوباين وبرون ولاترال او سايد بوزيشن. دي صوره توضيحيه لطريقه الفحص وان انا بقسم كل سايد او كل لانج ل 3 ارياز للانتيرور واللاترال والبوستيرور ارياز بالانتيرور والبوستيرور الاكزيلاري لاينز وكل اريا من دول بقسمها لابر ولور سيجمنتس عشان في الاخر يبقى كل لانج عباره عن 6 ارياز. من الحاجات اللي انا ببص عليها في النورمال فايندنج بالنسبه للنيونيت هي البلورال لاين والبلورال لاين المفروض ان هو يكون ثين وريجولر والثيكنس بتاعه اقل من 1 مللي في النيونيت وده جاي من الريفليكشن في التراساوند ويفز على البلورا الفيسرال والبرايتال بلور. كمان اللنج سلايدنج لو انا شفت البلورال لاين وشفت اللنج سلايدنج فده انديكيشن ان دي هيلث لنج واقدر استبعد ان في اي مفيش اي لنج باثولوجي موجود. وده شكل البلورال لاين وشكل الاي لاين زي ما الدكتور احمد عاشور اتكلم ان هي عباره عن ترانزفيرس لاين بارل للبلورال لاين على مسافات متساويه من بعضها ومن البلورال لاين لغايه الاند اوف فيو اللي ظاهر عندي. ده برضو شكل او صوره للبلورال لاينز والاي لاينز. كمان من الحاجات المهمه اللي انا بستخدمها هو الام مود اللي بحدد بيها الموفمنت بتاعه البلوره مقارنه بالشيست وول عشان تظهر لي حاجه اسمها السي شور ساين ودي مهمه جدا عشان افرق بيها النورمال من حالات النيوموثوركس اللي بتختفي فيها السي شور ساين ويظهر فيها الباركود ساين.
ده بريف سريع للتكنيك والاكزامينيشن والنورمال فايندنج اللي انا ممكن الاقيه. بدايه من اهم الحاجات اللي احنا بنحاول ندور عليها او الكلينيشن بيكون عايز فيها قرار ويحاول يحسم فيها ده ايه بالظبط، هو الترانزيانت تاكيبنيا اوف ذا نيو بورن او اللي بيسموه تي تي ان، هو عباره عن الويت لانج، يعني اللانج ما تخلصتش من الفلويد بتاعها وما زالت الفلويد ما زالت موجوده. المفروض في الوقت الطبيعي او في الظروف العاديه ان اللانج كليرنس اوف فلويد اوكير ويزن 20 مينت لغايه 4 ساعات، ده المفروض. لكن لو استمر عن كده لغايه 24 ساعه او 48 ساعه، انا بفضل انا المفروض ان انا بتابع البيبي عشان اقدر اميز هل دي تي تي ان او ريسبيراتوري ديستريس سندروم. وطبعا مع انتشار السيزيريان سيكشن ومفيش الفاجينال سكويزنج للبيبي اثناء الدليفري، طبعا ده عمل ان في كمان زياده لنسبه التي تي ان موجوده، ان مفيش سكويزنج للبيبي اثناء الدليفري، فبيضطر ان اللنج تحتفظ بالفلويد بيها بالفلويد جواها لفتره. الصين المعهودة للتي تي ان هي باختصار بالمونر إديمة، يعني ان الفلويد ما زالت موجودة جوه اللاين، ودي تتوقف على حسب السيفيريتي من اول مايلد مودريت تو سيفير. ان انا بشوف فيها البي لاينز، النورمال اللي انا اشوف البي لاينز في النيونيتال لانج حوالي 3، يعني 3 4 لغاية لو وصلت لستة بي لاينز يبقى كده انا عندي باثولوجي. لو البي لاينز بقت كوليسنت وفي سبيرد اريا، فانا بتكلم في حاجه اسمها الفلار انترستيشر سندروم. لو ما فيش سبيرز اريا واللنج كلها عباره عن وايت شادو، فانا كده بتكلم على الوايت لنج. من ضمن الساينز المهمه اللي انا بقف عندها في تي تي ان او ترانزيانت تاكيبنيا هي الدبل لنج بوينت. والدبل لنج بوينت هي باختصار هي البوينت اللي انا بميز بيها تو كوجينيستي مختلفين عن بعض. الابر ايكوجينيستي او الابر اريا او الابر ريجون عباره يكون ان هي اللانج بتحاول تخلص من الفلويد فيها بسرعه اقل من اللور سيجمنتس، فبيديني لاين اوف ديماركيشن ما بين الابر واللور سيجمنتس، وده دبل لانج بوينت. في حاله التي دي ان المفروض ان هي بتظهر بايلاترالي لكن نوت اولويز سيمتريكال. البلورال لاين في حالات التي تي ان بيكون ريجولر وما فيش فيها كونسوليديشن، ودي اهم خاصيه او اهم ميزه للتي تي ان، ان ما فيش فيها سب بلورال كونسوليديشن. وانس ان انا اشوف وايت لانج او بي لاينز وفيها سب بلورال كونسوليديشن، فانا كده بتكلم على ريسبيراتوري ديستريس سندروم، ودي هنتكلم بعدها. فمن ضمن اهم العلامات اللي بتميز التي تي ان هو البريزنت اوف دبل لانج بوينتس، وزي ما احنا شايفين ان في اللور سيجمنت اوف ذا لانج فيها بي لاينز كويلسنت مع بعضها، الابر بارت او اوف ذا لانج الى حد ما فيها البلورال لاينز كلير، وفيها كمان الاي لاينز، وفي لاين اوف ديماركيشن اللي هو الفاصل الحد الفاصل ما بين الابر واللور بارتس اوف ذا لانج، ودي هي الدبل لانج بوينت. دي كمان صوره بتوضح الدبل لانج بوينت، كمان دي حاله تي تي ان باكس راي والترا ساوند، ودي حاله اللي هي وايت لانج اللي ما فيش فيها سبيرد اريا، تقريبا اللانج كلها عباره عن وايت لانج، وده بتظهر في حالات السفير كيسز اوف تي تي ان، ودي بتخش في ديفرنشال دايجنوزس مع الريسبيراتوري ديستريس سندروم، فبضطر ان انا اتابع وفولو اب البيبي مع الكلينيكال ساين طبعا والانفستيجيشن او اللاب انفستيجيشن بتاع البيبي عشان اقدر افرق هل دي الوايت لانج دي هل هي سفير تي تي ان ولا ايفيدنس اوف ريسبيراتوري ديستريس سندروم، وهيظهر فيها سب لورا كونسوليديشن بعد كده. من ضمن الحاجات برضو اللي احنا بنستخدم فيها اللانج التراساوند في النيونيتال انتنسيف كير هي ريسبيراتوري ديستريس سندروم او الهيلان ممبرين ديزيز، واللي هي طبعا بتظهر اكتر في البري تيرم انفانتس نتيجه اماتوريتي اوف ذا لانج. المين باثولوجي هو البالمونري سيرفاكتانت ديفيشنسي، ودي بتمثل حوالي 70% اوف كيسز اوكير ان انفانتس بري تيرم قبل 28 اسبوع، والنسبه بتقل كل ما بقى البيبي ماتيور وكل ما دخلنا في 32 او 36 اسبوع، فدي طبعا بتقل الى حد كبير. الساينز بتاعت الريسبيراتوري ديستريس سندروم بتبدا تظهر عندي افتر بيرث مباشره او ويزن 4 6 اورز
وفي الغالب البيبي ممكن يحتاج في معظم الأحيان لميكانيكال فنتليشن. طيب ايه الحاجات اللي انا بشوفها في الريسبيرتوري ديستريس سندروم؟ هي الكومباكت بي لاينز واللي هي الايكوجينيك وايت لانج ابييرنس او الالفيولار انترستيشر سندروم، كمان السكند والاريجولار بلورال لاين، المالتيبل سب بلورال كونسوليديشن انديكيتنج الالفيولار كولابس في الاريا اللي فيها كونسوليديشن، ان الاير ريبليسد بي الاير ريبليسد بفلويد فحصل لي الكونسوليديشن. اللانج بالس ممكن تظهر معايا في الريسبيرتوري ديستريس سندروم، لكن في حالات سيفير كيسز ان خلاص كل اللانج او الاريا اللي انا باصص عليها الاير بقى ريبليسد بفلويد، فبقى اللانج البالس بتاعها او الموفمنت بتعكس البالس بتاع الهارت. ودي صوره بتوضح الاريجولار او الابنورمال بلورال لاين وتحتيها الصب بلورال كونسوليديشن، ودي صورة للوايت لانج، ودي برضو شيست اكس راي للريسبيرتوري ستريس سندروم، وهنا الريجولار باللورال لاين وصب باللورال كونسوليديشن. في الحقيقة اللانج التراساوند في النيونيت لها سنسيتيفيتي وسبيسيفيتي عالية في الريسبيرتوري ستريس سندروم، والابيرنس دايما ما بيبقاش سيمتريكال، ممكن يكون في لانج اكتر من اللانج، وفي البوستيرو زي ما اتكلمنا قبل كده ان هو بيكون البوستيرو عاده اكتر من الانتيرور عشان السوباين بوزيشن بتاع النيونيتس. ودي حاله بتبين لي ان الرايت لانج وايت والليفت لانج الى حد ما هوموجينس، يعني مش ظاهر فيها اي باثولوجي، وده الالترا ساوند بتاعه الليفت فيها البلورال والاي لاينز، لكن الرايت هنا فيها الريجولار بلورال لاين والكونسوليديشن والوايت لانج. كمان من الحاجات اللي احنا بنبص عليها اللي هي النمونيا، والنمونيا في الحقيقه بتمثل تقريبا يعني جزء اكبر من السيمتومز اللي ممكن تحصل في الشيست ديزيز، وليها ريسك فاكتورز زي الليميتد او الابسنس اوف انتينيتال كير، الهوم ديليفري، فيفر ادبيرس بالنسبه للمذر، او في جينيكولوجي في ديزيز بالنسبه للمذر. الفايندنج بالنسبه للنمونيا هي عباره عن كونسوليديشن، يعني الفايندنج اللي انا ببص عليها في النمونيا هي بتظهر لي الكونسوليديشن، والكونسوليديشن ممكن تظهر في الريسبيرتوري ديستريس سندروم، ممكن تظهر في الميكونيوم اسبيريشن او في التي تي ان في حالات السيفير كيسز، لكن انا اقدر ان انا اعمل ديفرنشيشن للنمونيا من خلال الايمجينج ومن خلال الكلينيكال فايندنج واللابوراتوري انفستيجيشن زي السي بي سي والسي رياكتيف بروتين وبلاد كلتشر. في الغالب او انا يعني بنسبه كبيره بحتاجها عشان اعمل ديفرنشيشن للكيس. الالترا ساوند ابييرنس للنمونيا هي عباره عن سب بلورا كونسوليديشن ويز ايريجولار مارجن اند اير برونكوجرام، والاير برونكوجرام في النمونيا بيكون في الغالب دايناميك الريجولار بلورا لاينز، مفيش لانج سلايدنج، وممكن الاقي بلورا الافيوجن في حالات النمونيا. دي حاله للديس ابييرنس اوف باللورال لاينز وفيها سب باللورال كونسوليديشن. وكمان هنا في بالنسبه للاكس راي في باتش اوباستيز موجوده بايلاترال بالنسبه للالترا ساوند شيست الترا ساوند، عندي الريجولار باللورال لاينز وفيها سب باللورال كونسوليديشن بايلاترال. من ضمن الحاجات المهمه برضو اللي بتحصل للنيونيت هي الميكونيوم اسبيريشن سندروم، وديها طبعا بتسبب ريسبيراتوري ديستريس اوف فارينج سيفيريتي بالنسبه للبيبي، وليها ريسك فاكتورز زي الاسفيكسيا والسيزيريان ديليفري، ده من اهم العوامل اللي بتسبب الميكونيوم اسبيريشن سندروم. الكلينيكال مانيفيستيشن برضو والرابوراتوري تيستس والراديوجرافيك فايندنج بتستخدم للديفرنشيشن، لان برضو الفايندنج بالنسبه للميكونيوم اسبيريشن سندروم هي عباره عن الريجولار بلورال لاين وسب بلورال كونسوليديشن، لكن طبعا الكلينيكال بتاع البيبي بيفرق معايا في الميوكوس ستيند ميكونيوم او الداتا اللي المفروض الكلينيشن بيديها لي. الالترا ساوند بتدي سيميلاريتي زي النمونيا انكلودنج الريجولار سب بلورال كونسوليديشن، الاير برونكوجرام، الكواليسنت او سبيرز باللورا بي لاينز، والابنورمال لاينز والديس ابييرنس اوف اي لاينز.
زي ما اتكلمنا ان هي الفايندنج نوت سبيسيفيك لانها ممكن تظهر، لكن اللي بيفرق لي هي الفايندنج مع الكلينيكال داتا بالنسبه للبيبي او الاذر ساينز اللي بتظهر على البيبي كلينيكال. عشان اميز الكونسوليديشن بتاعه الميكوني ماسبيريشن سندروم من النمونيا، في الغالب الكونسوليديشن بتاعه الميكوني ماسبيريشن سندروم في النمونيا في الكونسوليديشن في الميكوني ماسبيريشن سندروم بتكون بايلاترال، لكن في حالات النمونيا طبعا ممكن تكون يونيلاترال او سنجل اريا او سنجل لوب. دي حاله لميكوني ماسبيريشن سندروم وفيها الريجولار باللورال لاينز وفيها سب اللورال كونسوليديشن موجود. بعد ما اتكلمنا عن معظم الحاجات اللي ممكن تظهر بالنسبه للنيونيتس التي تي ان او ريسبيتوري ستريس سندروم او النمونيا او الميكوني ماسبيريشن سندروم، بتيجي بعدهم الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل لكل الحالات دي كلها، وهو الاتليكتيزيس او اللنج كولابس، ان هو خلاص فيلد اوف ايريشن اوف ذا لنج بارينكيما، بيحصل لي اريا اوف اتليكتيزيس. وفي الحقيقه هو الاتليكتيزيس كومن كومبليكيشن فيريس بالمونري اند شيست ديس اوردر ذا ريسبيراتوري ستريس سندروم الميكوني ماسبيريشن اند نمونيا. والاهم سبب ليها هو ابستراكشن للاير واي. بالاضافه ان اللونج تيرم اتليكتيزيس انديوس اللنج انفكشن والبرونكيال دامج. طيب انا في الاتليكتيزيس بقدر اشوف ايه؟ بقدر اشوف اكستنسيف لانج كونسوليديشن واير برونكوجرام، لكن الاير برونكوجرام في حالات الاتليكتيزيس هو ستاتيك ما هواش دايناميك، وكمان الاوت لاينز بيكون ريجولار مقارنه بالنمونيا بيكون فيها الريجولار اوت لاينز الاريا اوف كونسوليديشن، لكن الاتليكتيزيس بتكون ريجولار اوت لاينز. وطبعا مفيش اي لاينز ومفيش لانج سلايدنج. ومن اهم العلامات اللي بتظهر في الاتليكتيزيس هو اللانج بالز. من ضمن الحاجات اللي ممكن استخدمها كمان في حالات اللانج كولابس هو ان انا لو هعمل للبيبي ده او الكلينيشن هيعمل للبيبي ده برونكو ارفلر لافاج، ممكن يستخدمها جايدد او مونيتورنج بالالترا ساوند ويقدر يشوف الافكت بتاعها في التريتنج للنيونيتال اتليكتيز. دي abnormal باللورال لاين واريا اوف لارج اريا اوف كونسوليديشن وذ برونكوجرام، والبرونكوجرام هنا ستاتيك ما هوش دايناميك، وكمان الاوت لاينز بتاع الكونسوليديشن هو ريجولار اوت لاينز. ودي برضو جزء من اللانج كولابس للرايت ابر لوب، وزي ما احنا شايفين هنا في الاكس راي في الالترا ساوند ويل ديفايند اريا اوف لانج كونسوليديشن واللانج كونسوليديشن ومعاها الريجولار باللورال لاينز. الاير ليك سندرومز، ودي سندروم بتحصل ليكنج اوف اير اوت ذا الفيولاي، وليها امثله زي نيوموثوراكس نيومودياستاينم بالمونر انترستيشال انفيزيما. اهم سبب ليها هو النيوموثوراكس، ودي في الغالب بتظهر ديو تو ان ابروشيت ميكانيكال فنتيليشن توورد ذا ماتيور لانج اوف ذا بيبي. والنيوموثوراكس هو الموست كومن وان، وبيمثل حوالي 1-2% اوف اول تيرم انفانتس. الالترا ساوند مفيش لانج سلايدنج، مفيش باللورال لاين، ممكن اشوف الاي لاينز وفيها اللانج بوينت، واللانج بوينت هو الاريا اللي انا بميز فيها الجزء الموفمنت او سلايدنج بتاع البلورا عن الجزء اللي ما فيهوش سلايدنج، فده البوينت اللي بيقف عندها سلايدنج اوف ذا بلور. ده كله في حالات المايلد والمودريت كيسز اوف نيوموثوراكس، لكن في حالات السيفير كيسز اوف نيوموثوراكس ممكن اللانج بوينت ما تظهرش معايا، لكن الاقي ان في ديفيشن اوف ذا لانج اواي اوف ذا شيست وول نتيجه ان الماتش اماونت اوف اير موجود في البلورا الكافتي. زي ما احنا شايفين ده اللانج سلايدنج او النورمال باترن اوف بلورال لاين واللانج سلايدنج، وهنا ابنورمال باترن، ودي اللاين اوف ديماركيشن، ودي اسمها اللانج بوينت اللي بتميز النورمال عن الابنورمال، ودي ساين من كاركترستيك للنيوموثوركس برضه ساين، دي نفس اللانج بوينت.
واهم حاجه هو استخدام الام مود في حالات النيوموثوراكس اللي هي بتظهر للباركود ساين، ده النورمال باترن اوف بلورال موفمنت اللي هي السي شور ساين اتكلمنا عليها، وده الباركود ساين اللي هو ساين مهم جدا في حالات الايه النيوموثوراكس. برضو الباركود ساين، وده سمري سريع لكل الحاجات اللي اتكلمنا عنها والديفرنشيشن والابيرانس كلينيشن وشيست اكس راي ولانج الترا ساوند. من ضمن الحاجات اللي بستخدمها البلورال افيوجن والساينوسويد ساين، وكمان الامبايما اقدر اشوفها كويس جدا في الالترا ساوند، والكونجنتال دايفراجماتيك هيرنيا كمان من ضمن استخدام النيونيتال الترا ساوند. شكرا جزيلا. شكرا دكتور حسيني على النايس برزنتيشن دي. شكرا فندم. ولو في اي حد عنده اي سؤال. شكرا يا باشا. شكرا فندم. شكرا.